طيب نروح مع حضراتكم لمنتخبنا الوطني لفريق الرجال والسيدات للتنس الطاولة، واللي تمكنوا من حصد المركز الأول والاحتفاظ بصدارة في البطولة الأفريقية للرجال والسيدات اللي كانت مقامة بالجزائر، وكمان بيستعدوا حاليا لمنافسات الفردي للرجال والسيدات. دلوقتي معانا على التليفون الأستاذ أحمد رضا، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، نشوف آخر أخبار التفاصيل ونطمن كمان على أبطالنا. مبروك لحضرتك وصباح الخير عليك، ولو تقولنا إزاي تم الاستعداد لهذه البطولة والمراكز اللي تم حصدها حتى الآن في البطولة الأفريقية. صباح الخير على حضرتك يا أستاذة هدير، وصباح الخير على الأستاذ محمد، وصباح الخير على جميع المشاهدين. أهلا بحضرتك. الحمد لله رب العالمين، احنا استعدينا لبطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الجزائر، اللي احنا عملنا معسكر طويل شوية للسيدات والرجال بتوعنا في صالة الاتحاد المصري لتنس الطاولة الموجودة في استاد القاهرة في مدينة نصر. المعسكر ده ابتديناه بأيام قليلة، كان المعسكر الأول معسكر مفتوح، وبعدين دخلنا بعديها على طول معسكر مغلق استمر لفترة تقريبا 10 أيام، وكان بحضور جميع اللاعبات واللاعبين بتوعنا وبإشراف الجهاز الفني الكابتن ماجد عاشور المدير الفني للرجال والسيدات، والكابتن عماد مصلحي مدرب الرجال، والكابتن جيهان السيد مدربة السيدات. والحمد لله رب العالمين، احنا الاستعدادات بتاعتنا دي بنلاقي ليها نتائج ايجابيه في النتائج اللي احنا بنحققها في البطولات بتاعتنا. الابطال بتوعنا سافروا الحمد لله رب العالمين ووصلوا بالسلامه، واول منافسات كانت في بطوله الامم الافريقيه. عددهم قد ايه يا فندم؟ عدد الابطال المشاركين سواء في الرجال او السيدات؟ يا فندم؟ عدد الابطال اللي شاركوا سواء من الرجال او من السيدات عددهم قد ايه؟ استاذ محمد، الابطال بتوعنا شارك 5 في السيدات و5 في الرجال، ويشرفني برضو ان انا اقول لحضرتك ان في 4 من الرجال وفي 4 من السيدات، اللي هم نقولهم كده الاول الترتيب في السيدات دينا مشرف وهنا جوده ومريم الهضيبي ويسرى اشرف حلمي، الاربعه دول متاهلين طبقا لتصنيفهم الدولي ان هم من اول 11 في التصنيف الدولي بالنسبه لافريقيا. يعني لما نيجي نقول التصنيف الدولي ناخد منه الافارقه، هنقول ان هم البطوله دي اتنظمت ان هم خدوا اول 11 افارقه في التصنيف الدولي، فكان من نصيبنا 4 مصريات اللي انا ذكرتهم لحضرتك وللساده المشاهدين. طيب البطاقه الخامسه كانت من نصيب البطله بتاعتنا الاء يحيى، ان هي راحت خاضت المنافسات بتاعه تصفيات شمال افريقيا، كانت في الجزائر برضه، كانت هي ورؤى الناغي، والحمد لله حصدت الاء يحيى على المركز الاول في تصفيات شمال افريقيا، وبالتالي تاهلت خدت البطاقه الخامسه وتاهلت لبطوله الامم الافريقيه المقامه حاليا. عظيم. وكانت رؤى الناغي خدت المركز الثاني، ده بالنسبه للسيدات. وبالنسبه للرجال بعد اذن حضراتكم اتفضل. طبعا كان من نصيبنا برضو 4 بطاقات بنفس الطريقه اللي احنا قلنا عليها، اللي هو اول افارقه، اول 12 افريقي في التصنيف الدولي، وكان ده الحمد لله رب العالمين من نصيبنا 4 بطاقات، عمر عصر ومحمد البيلي واحمد علي صالح وخالد عصر. وكانت البطاقه الخامسه برضو الحمد لله قدرنا ان احنا ناخدها، وهو ده الحد الاقصى للبطاقات. البطاقه الخامسه كان محمد شومان وشارك هو وشادي مجدي في تصفيات شمال افريقيا اللي كانت مقامه في الجزائر، والحمد لله برضو هم خدوا المركز الاول والثاني، واصبح ان محمد شومان برضو اتاهل بنفس الطريقه اللي اتاهلت بيها الاء يحيى. فاحنا كده عندنا 4 5 رجال وعندنا 5 سيدات. طبعا بنبارك لحضرتك ولكل لاعبتنا اللي مشرفينا في تنس الطاوله، بنشكرك شكرا جزيلا الاستاذ احمد رضا، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لتنس الطاوله.